قناة رواياتستان تقدم السهم القاتل، قصة بوليسية من مغامرات اللص الظريف أرسل لوبين، تأليف موريس لابلا، أداء صوتي أحمد رمضان الجمال. كان لوبين يأخذ على القصص البوليسية أنها لا تقيم وزنا لدوافع الإنسان وخلاجاته النفسية التي تدفعه إلى الإقدام على عمل من أعمال العنف، ولا شك أن هناك من المشاكل ما يدفع الإنسان إلى الخروج عن طوره أو حتى ارتكاب جريمة قتل. وكان في رأيه أنه لابد للكاتب القصصي الذي يتناول هذا النوع من القصص أن يضع في اعتباره تلك الدوافع النفسية والخلاجات القلبية التي تصل بالإنسان إلى نقطة الانفجار. وكان رأيه هذا ينطبق على ضحية القصة الذي لا يستدل على قاتله، وكان لوبين يعتبر أن عملية القتل هي عقدة القصة، وعملية سرد الدوافع إلى عملية القتل لا تقل أهمية عن عملية اكتشاف من القاتل. ومثل هذا الرأي الذي تحدثنا عنه إحدى الشخصيات الرئيسية في معظم القصص البوليسية يمكن اعتباره مرجعا لمثل هذا النوع من الكتابة القصصية. يتبادر إلى ذهن القراء سؤال تقليدي عند قراءتهم قصص لوبين، وهو لماذا يذهب لوبين إلى ناسو التي هي إحدى جزر الباهاما؟ والإجابة عن هذا السؤال هي أن لوبين يعشق جزر الكاريبي، ثم إنه يذهب إلى ناسو كما يذهب إلى جزر أخرى، ثم إن لوبين له أصدقاء كثيرون في كل مكان، فهو يعرف ميسيس هربرت وكيسال كما يعرف آل والانسكي، فأصدقاءه منتشرون في كل مكان. وقد كانت ميسيس ويكيسال ذات شهرة واسعة لما عرف عنها من مهارة في صيد الوحوش البرية كالأسود والنمور، وقد كان منزل ميسيس ويكيسال ملتقى الشخصيات البارزة في المدينة، فقد كان منزلها يضم لوحات فنية بديعة لمشاهير الرسامين. ولم يفت ميسيس ويكيسال التعرف إلى شخصية شهيرة كشخصية لوبين، وأن تدعوه إلى حفلاتها التي تقيمها والتي تضم الكثيرين من ذوي الشأن. كان فلويد فوسبر أحد القادة النقابيين المعروفين، والذي قام بتأليف العديد من الكتب التي وزعت منها ملايين النسخ وأعيد طبعها أكثر من مرة. وقد عمل مستر فوسبر في قطاع الصحافة بعض الوقت، وقد ساعده ذلك في التعرف إلى كثير من الشخصيات البارزة ودراستها عن قرب، وقد حباه الله ذاكرة قوية تحتفظ بكل صغيرة وكبيرة فيما يتعلق بمشاهير الشخصيات. وكان لوبين يعرف فلويد فوسبر بالاسم ولا شيء أكثر من ذلك، ولم يشغل لوبين باله بالبحث والتحري ليعرف المزيد عن شخصية فوسبر، ولكن فوسبر كان يعرف من هو لوبين لما كان له من شهرة واسعة. وذات صباح خرج لوبين لتنسم نسيم الصباح، فطرق سمعه حديث شد انتباهه، فأبطأ في خطواته وسمع لوبين صوت رجل يقول: أرجوك يا عزيزتي جانيت ألا تطغى عاطفتك نحو ريجي فتطمس نبوغه وسعة معلوماته عن المشاكل الدولية، ولا تلقي بالا إلى رأيي بالنسبة للأمريكيين فإنه لا ينطبق على رجال السياسة. كان واضحا أن الرجل يتحدث بلهجة ساخرة بلا ريب، وتناهت إلى سمع لوبين ضحكة عالية يبدو أنها كانت صادرة عن ريجي هذا الذي يتحدثون عنه، وخرج صوت فتاة تقول: ما هذا يا مستر فوسبر، إنك أسأت الحكم على ريجي، فهو لا يدعي العبقرية ولكن لديه من المواهب ما يؤهله لعمل لا بأس به. ورد عليها الرجل قائلا: إنه لا يصلح لأن يكون أحد سماسرة البورصة، فذلك يلائمه تماما. كان لوبين قد وصل في تلك اللحظة إلى حيث تجلس المجموعة، ونظر الجميع إليه في دهشة، فابتسم لوبين قائلا: أليس هذا هو منزل ميسيس ويكسل؟
وردت الفتاة قائلة: بلى، إني أدعى لوبين، وقد تلقيت دعوة من ميسيس ويكسل بزيارتها. وانتصبت الفتاة واقفة وقالت: حسنا، إن لوسي أبلغتني بذلك، إني شقيقة لوسي، إني جانيت شقيقتها الصغرى، وهذا هو خطيبي ريجي هيريك، وهذا مستر فوسبر. وصافح لوبين كلا الرجلين، ثم قالت جانيت: أظن أن لوسي على الشاطئ، سأصحبك إلى هناك. واعتدل فوسبر في جلسته التي بدا فيها كأحد فقراء الهنود، ونظر إلى جانيت قائلا: دعيني أقم بهذا العمل. وابتسم إلى خاطبها واستطرد قائلا: أظن أنكما تحبذان الوحدة، ثم إني بحاجة إلى شيء من الشراب. وانصرف فوسبر وتبعه لوبين، وأدرك لوبين من نظرات فوسبر أنه يريد أن يسبر أغواره لما بدا في عينيه الضيقتين من نظرات فاحصة. وسادت فترة صمت قطعها فوسبر بقوله: لوبين، أنت بالتأكيد أرسل لوبين الشهير والذي يطلقون عليه روبن هود العصر. وابتسم لوبين في هدوء قائلا: أظنك على صواب يا عزيزي، إنك واسع الاطلاع، لقد قرأت الكثير حتى أكون على دراية بكافة المستويات، وإني لفي دهشة من أسطورة روبن هود وكيف اتخذت هذا الطابع الرومانتيكي. إن روبن هود كما أفهمه ما هو إلا لص وقاطع طريق، يحسن أحيانا ببعض ما يسطو عليه وذاع صيته في ذلك، وأنا شخصيا أعرف الكثيرين يتبرعون بفائض ما يسطون عليه للفقراء، ولكنهم لم يخلدوا في أساطير. ونظر إليه لوبين في دهشة قائلا: لابد أن يكون هناك فارق بين الحالتين، فذلك يعتمد على طبيعة الشخص الذي تتم سرقته. وصاح فوسبر قائلا: إذن فأنت تعتبر نفسك قاضيا، تنزل العقاب بمن تشاء وتبذل العطاء لمن تريد. كلا بطبيعة الحال، فأنا لا أفعل أكثر مما تقوم به عند كتابتك مقالا عن أحد الأشخاص في صفحات الجريدة. وحدجه فوسبر بنظرة حادة كمن فوجئ بحدث غير متوقع، إذ كيف يجرؤ شخص مثل لوبين على مخاطبته بهذه الصورة التي أحس فيها فوسبر بشيء من المهانة. وهم فوسبر بالرد عليه، ولكن هدوء لوبين وابتسامته فوت عليه الفرصة. وحانت من لوبين التفاتة إلى أحد الأعمدة الرخامية على جانب الطريق، والتي اضطجع عليها رجل غزير الشعر قد تهدل شعره فوق كتفيه، وله لحية طويلة مدببة التي لولاها لحسبه المرء عجوزا شمطها. كان الرجل مضطجعا وقد عقد ساعديه فوق صدره، محدقا في الفضاء اللانهائي دون أن تصدر عنه أي حركة، ولولا رداءه الأبيض الطويل لظنه المرء أحد التماثيل المنحوتة. ووجدها فوسبر فرصة مواتية للحديث يخرج بها من الصمت المطبق والنوازع النفسية التي فرضها عليه رد لوبين الجاف، فوقف أمام الرجل وأشار إليه محدثا لوبين: إنه هارب من الأراضي التركية ويطلق على نفسه اسم أسترون، إنه من أولئك الطبيعيين سكان الدردنيل، وقد أمضى عاما حافلا في هوليود. إنه يضع لحية طويلة ليداري ذقنه المشوه، وهذا الشعر الطويل يضعه على رأسه لأن به شجا عميقا. إنه يطهر روحه كما يدعي بشرب عصير الخوخ ووجبة من الحشائش المطبوخة، وبعد تناوله غدائه يجلس كما تراه ويقضي وقته في التأمل. ولفت ذلك نظر بعض المهندسين الذين يعملون في شركة النفط المنغولية الإنجليزية، وقد نصحهم هذا التركي بعدم تعاطي الشراب فانصلحت صحتهم. إنه يمضي في تأملاته وفلسفته بالتحدث عن فساد أولئك الأغنياء، إنه يشاركنا الأفكار. واستند فوسبر إلى أحد المقاعد الرخامية والتفت إلى لوبين قائلا: إن إسترون يعتقد أن الوسيلة الوحيدة التي يستطيع بها هؤلاء الأثرياء تطهير أنفسهم هي أنهم يتخلصون بقدر الإمكان من تلك الثروات الفائضة عن حاجتهم، وهو كما ترى ليس لديه مانع من الاحتفاظ بكافة نفايات البشر. فحدجه الرجل بنظرة ثاقبة وحول بصره إلى لوبين قائلا: أسمعت هذا الكافر؟
ولكني أعتبر حديثه كذرات الرماد في مهب الرياح، وهو أيضا لا يعدو كونه حفنة من تراب بين هذه النجوم التي أراها. وانفجر فوسبر ضاحقا ونظر إلى لوبين قائلا: إنه يتهمني بالكفر. وصعد آسترون بنظرة ثاقبة واستطرد قائلا: إذا كان ادعاؤك بأنك على صلة بالله صادقا، فلماذا لا تميتني في التو واللحظة؟ إن أمر الحياة والموت ليس لي سيطرة عليهما، ولا يسلب الحياة إلا من يعطيها، وهو الله. فسيلحق بك الموت عندما تحين الساعة، وسيضع الموت حدا لتهكماتك الساخرة. لقد أنبأتني النجوم بذلك. ومد فوسبر يده ليفتح بابا يفضي إلى نادي الشاطئ، وابتسم إلى لوبين قائلا: إنه رجل غريب الأطوار كما ترى. ودلف فوسبر إلى أحد الأبواب الجانبية وتبعه لوبين. كان فوسبر بحاجة إلى شيء من الشراب، واتجه فوسبر إلى مائدة منعزلة كانت تضم ميسز ويكسل ومجموعة من أصدقائها، وحي ميسز ويكسل قائلا: إن هناك من يطلب مقابلتك يا لوسي. والتفتت ميسز ويكسل فلمحت لوبين فتهللت أساريرها قائلة: أسعدت صباحا يا مستر لوبين. واتجه إليها لوبين وصافحها بحرارة. كان من الصعب أن يصدق المرء أن لوسي شقيقة جانيت، فقد كانت لوسي تكبر جانيت بحوالي 20 عاما. ثم إنه ليس هناك أي شبه بينهما. كانت ميسيس ويكسل امرأة بدينة، شعرها أبيض ناصع، لها أنف طويل مدبب، ولكنها لم تكن تلقي بالا إلى افتقارها للجمال، وكانت تتخذ من شهرتها عوضا عما حرمت منه من جمال. وتململ الرجل الجالس معها فنظرت إلى لوبين قائلة: أقدم إليك صديقنا آرثر جريسون، ألا تعرفه؟ كان مستر جريسون قصير القامة، له رأس مستدير وجسد مترهل، ومد يده وصافح لوبين قائلا: إنني مسرور بلقائك يا مستر لوبين. وقطعت لوسي حديثهما قائلة: أظن أنك بحاجة إلى شيء من الشراب يا عزيزي. وانضم إلى فوسبر الذي كان يجرع ما تبقى بكأسه من شراب، وألمح فوسبر قائلا: إني موقن من أن مستر لوبين سيقضي وقتا ممتعا بيننا، فهو رجل ذائع الصيت، ونحن نقضي يا عزيزي لوبين وقتا ممتعا في ضيافة ميسيس ويكسل، وفي مقابل ذلك فهي تستمتع بصحبة رجال ذائع الصيت، ثم إننا نروح عنها. ولذا فإنني أعتبر أن ما بيننا وبين ميسيس ويكسل هو نوع من التبادل. وملأ فوسبر كأسا من الشراب المثلج وناوله إلى لوبين قائلا: أرجو أن تأخذ حذرك من مستر آرثر جريسون، إنه مهرج، وأرجو ألا يتخذك مطية لما يقوم به من أعمال، فهو رجل ثرثار. ونظرت لوسي إلى لوبين وهي تبتسم قائلة: ما رأيك في تمضية الوقت في السباحة إلى أن يحين موعد الغداء؟ أشارت إلى فوسبر ليصحب لوبين إلى غرفتها ليبدل ثيابه، وجرع فوسبر ما تبقى في كأسه قبل أن يصحب لوبين إلى غرفة خلع الملابس. وألقى فوسبر بجسده النحيل على أريكة صغيرة، وأخذ يرقب لوبين الذي انهمك في استبدال ملابسه، وألمح فوسبر قائلا: إن المرأة تغمره السعادة والفخر إذا ما كان جسده متكاملا. أنت تقوم بالتأكيد ببعض التمرينات الرياضية للاحتفاظ برشاقتك، أليس كذلك؟ وابتسم لوبين قائلا: إنه من المفيد بالتأكيد أن يكون الإنسان رشيقا. ولمح لوبين رجلا قصير القامة يضع على عينيه عوينات سميكة، ويبدو على هيئته أنه من رجال الأعمال، فناداه فوسبر قائلا: ويكسل، أقدم إليك صديقا جديدا انضم إلى مجموعة ميسيس ويكسل العبقرية، إنه يدعى لوبين. واتجه إلى لوبين قائلا: هذا هو مضيفك مستر ويكسل. وصاح مستر هيربرت ويكسل لوبين وشد على يده قائلا: إنني مسرور بلقائك يا مستر لوبين. وكان بصحبة ويكسل فتاة رشيقة قدمها فوسبر إلى لوبين قائلا: وهذه بولين ستون، إنها عزاء مستر ويكسل الوحيد،
وهي تشبع ما يفتقده في زوجته لوسي. وتجاهل مستر ويكسل تلك الملاحظة ونظر إلى لوبين قائلا: هل ستقضي بعض الوقت في السباحة؟ حسنا، سأراك بالتأكيد على مائدة الغداء. ومضى مستر ويكسل في طريقه بعد مصافحة لوبين، واتجه فوسبر مع لوبين إلى الشاطئ، وهز فوسبر رأسه قائلا: إن هيربرت يعطي المثل الحي لمدى ما يصل إليه غباء رجل من رجال الأعمال. لقد كان يعمل في بداية حياته موظفا في أحد مكاتب النقل، وتقدم حين ذاك لخطبة ابنة صاحب الشركة، وكان قد وصل إلى الشاطئ، واستأذن فوسبر في الذهاب إلى المشرب بينما نزل لوبين إلى ماء البحر، وأخذ يسبح غير بعيد حتى يجدد نشاطه ويريح جسده المكدود من وعثاء السفر. ولم يحول لوبين بصره عن المكان الذي جلست فيه ميسيس ويكسل. كان هناك بعض الخدم يقومون بإعداد مائدة الغداء، وعلى ما بعده كانت جانيت وبصحبتها ريجي هيريك يتبادلان الضحكات بينما عاد أسترون إلى تأملاته في الكون. وانتهى لوبين من استحمامه واتجه إلى حيث كانت ميسيس ويكسل، وقدمت إليه لوسي كأسا من الشراب، فشكرها لوبين ثم نظر إلى حيث يجلس أسترون وأشار إليه قائلا: أين عثرت عليه؟ إن الأشخاص الذين قدموا به إلى كاليفورنيا أتوا به إلي. كان عليه أن يغادر الولايات المتحدة. لقد قدم إلي هؤلاء الأشخاص خدمات جليلة، ولم أستطع أن أرفض لهم طلبا. إن أسترون يقوم بتأليف أحد المراجع، ولا يستطيع بالتأكيد أن يعود إلى المكان الذي هرب منه قبل أن ينتهي من تأليف كتابه. ولكن ما معنى وجود مثل هذا الإنسان في المنزل؟ إنه يدعي النبوة على ما يبدو. إنه مسلي، ثم إنه إنسان شديد المراسي وعنيف، مثله مثل فلويد فوسبر، وله طريقته الخاصة في دراسة الأشخاص. يجب أن تتحدث إليه يا عزيزي لوبين. وأقبل آرثر جريسون وهو يحمل صحفة كبيرة من السمك المشوي من البوفيه، وابتسم إلى لوبين قائلا: إن أصدقاء لوسي يمتازون بخفة الروح وقوة الشخصية يا عزيزي لوبين. من كان يظن أن يأتي لوبين إلى هنا في جزر الكاريبي ليبحث عن الجريمة؟ أرجو ألا يسيء البعض الظن بي بأني أبحث عن الجريمة، فأنا لا أهتم بالبحث عن الجريمة أكثر من اهتمامك بالبحث عن البترول. أنت مخطئ في ظنك هذا يا عزيزي، ولكني... واتسعت عين لوبين في دهشة وقال: حسنا، إن الأصفار تزيد خبرات الإنسان ولا شك، ولكنه لم يسبق لي أن سمعت عن وجود بترول في جزر البهاما. وجلس جريسون على أحد المقاعد وتناهد قائلا: إن الأمر ليس فيه غرابة، ولكن دعنا نسرد معا بعض الأمكنة المعروفة بإنتاجها للبترول، وسأذكرها لك إذا شئت. لدينا مكسيكو، تكساس، لويزيانا، وقد اكتشفت بعض الآبار في فلوريدا أخيرا، ثم في الجنوب لدينا فنزويلا. هل هذا يفسر أو يوحي بشيء بالنسبة لك؟ وهز لوبين رأسه دلالة النفي. إن الأبحاث الجيولوجية قد أثبتت بالدليل القاطع وجود بحيرة واسعة من زيت البترول تحت خليج المكسيك، فلماذا لا نفكر في امتداد تلك البحيرة الواسعة من البترول إلى جزر الكاريبي، حيث أنها الامتداد الطبيعي إلى الشرق من خليج المكسيك؟ إنها نظرية رائعة وفكرة جهنمية ولا شك. إن ميستر ويكسل يؤيد هذه النظرية أيضا، ونحن بصدد إنشاء شركة بيني وبينه. وانبر فوسبر قائلا: إن بإمكان هيربرت الإقدام على مثل تلك الخطوة، ولكن عليك يا عزيزي لوبين أن تراجع السلطات فيما إذا كانت ستسمح لهم باستخراج الذهب الأسود أم لا. وقاطعته ميسيس ويكسل القائلة: أرجو أن تريحنا من ثرثرتك الزائدة يا فوسبر، وأن تصب لي كأسا أخرى من الشراب. وانفجر آرثر جريسون ضاحكا وقال: يا له من مهرج، إنه يثير أعصابي بتعليقاته. هبط هيربرت ويكسل من الشرفة في زيه الأبيض. كان يلبس قميصا به رسومات لبعض أنواع السمك، ولكنه كان جامد الوجه
ونظر إلى ضيوفه قائلا: حسنا، هلم بنا إلى مائدة الطعام. وأسرع أستر إلى غذائه المفضل من الكافيار وبعض الأعشاب المطبوخة، بينما اتجهت بولين ستون نحو لوبين وابتدرته قائلة: كيف حالك يا مستر لوبين؟ هل أنت مقدم على مغامرة جديدة؟ إن المنظر رائع، يوحي بالتأمل. وصحبت بولين ستون لوبين إلى مائدة الطعام، حيث كان أستر منهمكا في التهام غدائه المفضل، وانضم إليهما فلويد فوسبر وريجي هيريك ثم جانيت، وتبادل الجميع الحديث الضاحك والنكات البريئة. وانبرى فوسبر من بين الحاضرين وابتسم إلى أستر وقال بصوته الساخر: متى ستنبئ مستر لوبين بما يخبئه له القدر يا أستر؟ إننا في شوق لسماع نبوءاتك. وهمهم الحاضرون بكلمات غير مسموعة، ونظر أستر إلى لوبين بإمعان وابتسم قائلا: إنك يا مستر لوبين تبحث عن الحقيقة كما أبحث عنها، ولكنك عندما تجد الحيل والخداع بدلا من الحقيقة فإنك تحطمها بما أوتيت من قوة ومهارة، وما يتفوه به هؤلاء القوم ضلال وخداع، وستقضي عليه بإرادة الله. فلا تلقي بالا إلى ما يقولون حتى لا تصيبك لعنة الله. قال هيريك: إذا كان تلميحك هذا عن فوسبر فسينال جزاؤه. وقاطعه أستر قائلا: إن الله أحيانا ينزل العقاب بإنسان على يد إنسان آخر، وذلك ما تعنيه كلمة السهم القاتل. وساد صمت قصير قطعه لوبين بقوله: بمناسبة الحديث عن السهام، لقد سمعت أن رياضة هذا الموسم ستكون صيد أسماك القرش بواسطة السهام. وأومأ هيريك قائلا: إنها لعبة مسلية، هل تحب أن تجرب حظك؟ وابتسمت جانيت وهي تقول: إن ريجي يجيد الصيد بالقوس والسهم، ولكنه يستخدم قوسا ينوء بحمله الشخص العادي. وقال لوبين: إني طواق لخوض التجربة. وبعد أن تناول الجميع الغداء توجهوا إلى الشاطئ، ولم يتخلف سوى أستر الذي انصرف لتدوين تأملاته. وشارك الجميع في لعبة كرة الماء، بينما تمدد فلويد فوسبر على الشاطئ بعد أن شرب كمية كبيرة من الشراب، ووجد فوسبر أن ذرات الرمال تتساقط عليه نتيجة قذف الكرة، فهب واقفا وهو يصيح: إنكم مشاغبون، من الأفضل أن أكون بمنأى عن هذاركم اللعين قبل أن تغطيني كثبان الرمال. وابتعد فوسبر حوالي 100 ياردة، واستلقى على وجهه متخذا من إحدى شماس البلاج واقيا له من أشعة الشمس المحرقة. وانتهت المجموعة من مباراة كرة الماء، ونظر لوبين تجاه فوسبر الذي كان مستلقيا في مكانه لم يبرحه، وألمح آرثر جريسون بعد أن لفت نظره وجود فوسبر على تلك الحالة قائلا: لا بد للمرء من اختيار مكان ملائم يتمدد فيه إذا أراد أن يكون بمنأى عن ذرات الرمال. وكان يقصد بذلك فوسبر، فانفجر الجميع ضاحكين. ونظر هيربرت ويكسل إلى ساعة يده قائلا: إنها الرابعة، ولا بد من استبدال ملابسنا. ونظرت ميسيس ويكسل إلى لوبين قائلة: ستشاركنا طعام العشاء بالتأكيد يا عزيزي لوبين، أم لديك مشاغل أخرى؟ إني لم أقرر ذلك بعد. وعاد لوبين إلى غرفة خلع الملابس، حيث كان قد ترك ملابسه، ذهب إليها هذه المرة دون حاجة إلى فلويد فوسبر. كان السكون شاملا في أرجاء المنزل، كان الجميع قد انصرفوا كل إلى سبيله استعدادا لحفلة العشاء. وأشعل لوبين لفافة تبغ، وأخذ ينفث دخانها في هدوء وهو يقف في شرفة حجرة الطعام التي تشرف على شاطئ البحر. كان السكون يخيم على كل شيء حوله، ولم يكن هناك من حركة سوى صوت حفيف أوراق الشجر وتلك الأمواج الخفيفة التي تنساب على شاطئ البحر. وحانت من لوبين التفاتة إلى المكان الذي استلقى فيه فوسبر على شاطئ البحر، ولم يصدق لوبين عينيه،
فدقق النظر ثانية وهو في دهشة مما يرى. لم يكن ذلك الحامل الذي يحمل مظلة البلاج مثبتا في رمال الشاطئ كما كان، ولكنه كان منغرسا في صدر فوسبر، وكأنه سهم من سهام القدر. كان الحادث من الغرابة، بحيث دفع الملازم روبرت فانشر مفتش البوليس للاهتمام به شخصيا لكشف النقاب عما يكتنف الحادث من غموض. فانتقل الملازم فانشر إلى مكان الحادث بعد تلقيه نبأ قتل فوسبر بتلك الصورة، وجلس إلى مكتب صغير بحجرة الطعام، وإلى جانبه أحد رجال البوليس السري بالجزيرة، بينما اصطف مستر هربرت ويكسل وبجانبه زوجته وبقية أصدقائها بجوار الحائط. وتفحص المفتش فانشر وجوه الحاضرين واستهل حديثه قائلا: تعلمون جميعا ما حدث لمستر فوسبر، فقد وجد مقتولا على شاطئ البحر، والطريقة التي قتل بها طريقة شاذة، فقد أغمض القاتل حامل مظلة البلاج في صدره، وقد حضرت إلى هنا لأعرف كيفية حدوث مثل هذه الجريمة البشعة، وإن كل الدلائل تشير إلى أن مرتكب هذه الجريمة النقراء هو أحد المترددين على هذا المنزل، وقد اطلعت على أقوالكم في محضر التحقيق، والذي حاول كل منكم فيه إبعاد الشبهة عن نفسه بأنه ذكر المكان الذي كان موجودا به وقت ارتكاب الجريمة. وانبرى هربرت ويكسل قائلا: كل ما أعرفه أني كنت مشغولا بالقراءة وتوقيع بعض الخطابات في مكتبي. وقالت ميسيس ويكسل: لقد كنت أبدل ثيابي استعدادا لحفلة العشاء. وقالت جانيت: لقد كنت أبدل ملابسي أيضا. وقالت بولين ستون: لقد كنت في الحمام. وقال أسترون: لقد كنت منصرفا إلى تأملاتي وتدوين ملاحظاتي، فلقد بدأت هذا الصباح في كتابة فصل جديد وتدوين خلاصة تأملاتي، فالتأمل بالنسبة لي هو المنبع الذي أستمد منه ما أقوم بتدوينه، وهو يفتح آفاقا جديدة للحكمة الإلهية التي... وقاطعه المفتش فانشر قائلا: حسنا، إنكم جميعا تنفون عن أنفسكم تهمة القتل، لقد كان كل منكم مشغولا في عمله، وكان مستر لوبين يستبدل ثيابه في غرفة مستر فوسبر. وصرخ آرثر غريسون قائلا: ماذا تقصد؟ إني لم أكن موجودا هناك في اللحظة التي قتل فيها فوسبر، لقد كنت حين ذاك بحجرتي بفندق مونتاغو لارتداء سترتي، وعندما عدت إلى هنا كان حادث القتل قد تم. ورد الملازم فانشر بهدوء قائلا: إن هذا لا يهم، فقد أنباني دكتور راسين أنه لا يستطيع تحديد ساعة الوفاة بالدقة المطلوبة، وعلى أي حال فلنطرق جانبا آخر من جوانب القضية، وهو الدافع لعملية القتل. وتفحص المفتش فانشر وجوه الحاضرين واستطرد قائلا: هل هناك خلافات بين أي منكم وبين مستر فوسبر؟ وساد القاعة صمت رهيب، قطعه لوبين بقوله: إنني أقف على الحياد وسأجيب نيابة عن الجميع. فنظر المفتش فانشر إلى لوبين وابتسم قائلا: حسنا، كل ما عندك. إجابة سؤالك عن الخلافات هي أنهم جميعا يختلفون مع فوسبر. وعقدت الدهشة ألسنة الجميع، ونظر كل منهم إلى الآخر وهم في حيرة مما يرمي إليه لوبين. وتذرع المفتش فانشر بالصبر وابتسم قائلا: أرجو أن توضح الأمور أكثر من ذلك. سأزيد الأمر وضوحا بكل تأكيد، ولن ألقي بالا إلى ما سيقال عني بعد ذلك. إن مستر فوسبر هو أسوأ من قابلت في حياتي، لقد كان دائما صليط اللسان لا يتورع عن إفشاء ما يأتمنه الناس عليه من أسرار، وكان يتخذ من كتاباته الصحفية متنفسا لما يضمره للناس من شرور، وأنا شخصيا لا ألوم أي فرد هنا إذا ما أقدم على قتله والتخلص منه. أنا لا يعنيني شعورك الشخصي في لومك أو عدم لومك، ولكني أرجو إن كان لديك أي حقائق أن تنبئني بها. ليس لدي أي حقائق،
وكل ما أستطيع قوله هو إنه ناصبني الأعداء خلال الساعات القليلة التي أمضيتها هنا. لقد كان صليط اللسان. أرجو أن توضح أكثر من ذلك. فنظر لوبين إلى وجوه الحاضرين ولزم الصمت لحظة، وأخيرا قال: حسنا، وأعتذر مقدما إذا كان في حديثي ما يسيء إلى أي إنسان منكم، وأرجو أن تدركوا أني أردد فقط ما كان من حديث فوسبر والذي جعله مرشحا للقتل. فقد قال عن ريجي هيريك إنه كالثور ويسعى للزواج من جانيت طمعا في مالها، وإن جانيت صبية مراهقة في تصديقها له، كما قال عن أسترون إنه مشعوذ دجال، ووصف لوسي ويكسل بأنها وضيعة متعاظمة، وإن هربرت ويكسل يستمتع بإنوثة سكرتيرته الحسناء أكثر من انتفاعه بها كسكرتيرة، وإن بولين ستون سهلة الانقياد، وإن مستر جريسون لص وغشاش، وإن... وقاطعه مفتش البوليس بعد أن حدق عليه طويلا قائلا: وماذا قال عنك يا لوبين؟ ألم يذكر في حديثه وصفا لك؟ إني لم أسلم من لسانه، فقد وصفني بأني شديد التيه والخيلاء. ألم تعترض على ذلك؟ لقد رددت بأنه أكثر تيها وخيلاء مني. وسادت فترة صمت بدت للجميع كأنها دهر طويل. كانوا في انتظار رد الفعل لكلمات لوبين في نفس المفتش فانشر، وحار الجميع في فهم ما يدور بخلدي مفتش البوليس. لم تكن تقاطيعه تنم عن شيء بعينه. وحدق المفتش فانشر إلى وجوه الحاضرين وقد عقد ما بين حاجبيه وقطع الصمت قائلا: بعد هذا الذي قاله مستر لوبين فإن الدافع موجود لديكم جميعا بلا استثناء، والآن علينا أن نبحث الإمكانية الجسمانية للقيام بمثل هذا العمل. وأشعل لوبين لفافة تبغ وأخذ ينفث دخانها في هدوء، مركزا كل انتباهه فيما ينطق به المفتش فانشر. واستطرد فانشر قائلا: لقد ورد في تقرير دكتور راسين أن مثل هذا العمل لا يمكن أن يقوم به سوى إنسان ذي قوة خارقة وغير عادية، ومن البديهي ألا تقدم على هذا العمل أي امرأة أو حتى أي فرد عادي، وإني أشارك دكتور راسين رأيه بخصوص هذا الموضوع. واستقرت عين المفتش فانشر وهو يدلي بهذه الملاحظة على هيريك، وتبعته عيون الحاضرين، وصرح لوبين بفكره وهو يرمق وقع كلمات فانشر على هيريك. وتخيل لوبين منظر هيريك بضخامته وهو ممسك بحامل المظلة كما يمسك المحارب العملاق بحربته، وهو يهم بإغماده في صدر فوسبر بكل ما أوتي من قوة. وبدا الاضطراب واضحا على هيريك، كانت العيون كلها مثبتة عليه، وأطلقت جانيت صرخة مدوية مما زاد من رهبة الموقف، وصاحت قائلة: كلا كلا، لا يمكن أن يكون ريجي هو القاتل. ونظر فانشر إلى جانيت في دهشة، وتلعثمت جانيت وبدا عليها الضيق والاضطراب، واستطردت تقول: إنني لم أذكر لك الحقيقة كاملة، أعني عن وجودنا بغرفتي. لقد كان ريجي معي بالحجرة، لقد كنا نتحدث فقط. ولم يعلق المفتش فانشر بشيء، ولكنه أخذ يرمقها من ركن عينيه. ونظر المفتش فانشر إلى لوبين نظرة ذات مغزى، فهم لوبين معناها وقال بعد تردد: لقد كنت أحاول تصور الموقف ودراسته. حسنا يا عزيزي لوبين، وما الذي وصلت إليه؟ ليس هناك من شك في أن إغماد هذا الحامل في صدر إنسان يحتاج إلى قوة خارقة، وذلك لضخامة المظلة التي تعلوها، ناهيك عن ضغط الهواء، لأن المظلة ما هي إلا باراشوت، واندفاع الهواء بداخله يرفعه إلى أعلى وليس إلى أسفل. ورد المفتش فانشر بهدوء قائلا: ولكننا أمام حادث تم فعلا، وإذا ما سلكنا سبيل المنطق فإنه ممكن الحدوث. لقد وجدنا رجلا ملقى على الشاطئ وقد أغمد في صدره حامل المظلة، فاتجه تفكيرنا إلى النتيجة المنطقية، لذلك وهي أن شخصا لابد قد أغمد هذا الحامل في صدر القتيل، وربما كان ذلك هو الاتجاه الذي يريد قاتل الماهر أن يوجهنا إليه.
واندفع آرثر جريسون قائلا: لقد توصلت إلى نتيجة. ونظر إليه فانشر بإمعان وقال: ماذا توصلت يا جريسون؟ لقد سمعت دقات كدقات الناقوس، ولكني لم أستطع تحديد مصدرها. لقد كنت حين ذاك بالفندق، وربما تناهت إلى سمعكم هذه الدقات. وقد حدثت مثل تلك الدقات منذ عام تقريبا عند زيارة غريغوري باك هذه المنطقة. لقد كان غريغوري باك ينزل بنفس الفندق الذي أنزل فيه، وخرج غريغوري باك ذات مساء إلى البلاج، وحدث أن هبت رياح عاتية كما حدث اليوم، وحدث أن حملت الرياح العاتية إحدى مظلات الشاطئ الكبيرة وألقت بها إلى حيث كان غريغوري باك، وكانت النتيجة أن أصيب بجرح غائر في كتفه. وقال شاهد العيان حينذاك إنه لم يكن يفصل بين حامل المظلة وقلب الممثل الكبير سوى بوصات قليلة، والتي لولاها لشهدت هذه المنطقة حادثا مفجعا لأحد أبطال الشاشة العظام. ألم تسمع بذلك يا سيد المفتش؟ أظن أنني سمعت ذلك، وقال جريسون بزهو. حسنا، ما الذي يمنع حدوث ذلك في هذا المساء لرجل لم يسعده الحظ كما حدث مع غريغوري باك؟ وانبرت لوسي ويكسل بعد صمتها الطويل قائلة: نعم، لقد سبق أن تعرض غريغوري باك لهذا الحادث. لقد كنت يومها في زيارة لأحد أصدقائي بالفندق الذي كان ينزل به، وعلمت بالحادث. أليس كذلك يا عزيزي هربرت؟ ونظر جريسون إلى أصدقائه قائلا: تذكرون جميعا كيف تمدد فوسبر على الشاطئ عندما بدأنا في لعبة كرة الماء، ورأيتم كيف ثارت ثائرته عندما تساقطت بعض ذرات الرمال عليه نتيجة قذف الكرة، والتي انتقل بعدها إلى مكان قصي من الشاطئ. إنه لم يأخذ المظلة معه في انتقاله، ولكن الريح هي التي قذفت بها بعد أن انصرفنا جميعا لتبديل ملابسنا، ولا شك في ذلك. وانبرى آستر من بين المجموعة وخطى في ثبات نحو المفتش فانشر قائلا في صوت هادئ رزين: لقد سمعت إلى الكثير بخصوص هذا الموضوع، وأظن أن ما سمعته أخيرا هو حقيقة ما حدث. إن ما حدث لهذا الكافر فوسبر ليس من فعل إنسان، ولكنها سهام القدر، فهي التي أنهت حياته على تلك الصورة، حياته التي امتلأت بالشرور والآثام، وكانت نهاية مناسبة لمثل هذا الكافر كما تنبأت النجوم بذلك. وتهللت أسرير غريسون بينما جلس لوبين يدخن في هدوء. كان لوبين يحاول بلورة صورة الحادث في حلقة متكاملة، تخيل مظلة البحر وقد نزعتها الرياح بقوتها العتية ثم حملتها إلى حيث يرقد فلويد فوسبر، وتخيلها وهي تهبط بكل قوة في ردة فعل لسرعة الرياح وتغييرها المفاجئ لتستقر في قلب فلويد فوسبر، تخيلها وهي تخترق بقوة قلب فوسبر وكأنها مدفوعة بقوة سماوية. إنها سهام القدر، حل خيالي دون شك، ولكنه سبق أن حدث قبل ذلك وهناك شهود عليه. وبدت الدهشة على وجه مفتش البوليس، وأخيرا قال: لا يسعني إلا تصديق هذا الاحتمال. واتسعت عين لوبين في دهشة وهو يسمع حديث المفتش فانشر، فقد ومضت فجأة فكرة بدت للوبين صائبة، وتردد لوبين قليلا ثم قال: لدي سؤال أريد أن أطرحه يا سيد المفتش. رمقه المفتش من ركن عينيه وقال في صوت حاول أن يكون هادئا: ما سؤالك يا لوبين؟ هل لدى أحد من هنا بندقية؟ وعلت الدهشة وجوه الحاضرين، وعقد المفتش فانشر ما بين حاجبيه وأخيرا قال: أرجو أن تعيد سؤالك يا لوبين، لأني في الحقيقة لم أكن أتتبعك. لقد كنت أسأل عما إذا كان لدى أحد هنا بندقية، وأرجو الإجابة على سؤالي قبل أن أوضح السبب. وحدق المفتش في وجه لوبين للحظات، وصحب لوبين إلى خارج الحجرة في تردد بعد أن وضع المسدس في سترته، والتفت إلى لوبين قائلا: حسنا يا مستر لوبين، ماذا وراءك؟ ثم نظر المفتش إلى مساعده واستطرد قائلا: لا تسمح لأحد بمغادرة المكان.
وانصرف المفتش وتبع لوبين إلى شرفة المنزل، وابتسم لوبين إلى المفتش فانشر وهو ينزل به بعض درجات السلم نحو الممر المفضي إلى الشاطئ. قال لوبين: هل عينت حارسا على المكان الذي وجدت فيه الجثة؟ نعم، إن هذا مجرد روتين، ولكن الرمال الناعمة يصعب معها اقتفاء أي أثر كما تعلم. ثم هل لك أن تصحبني إلى هناك؟ وتنهد المفتش فانشر ونظر إلى لوبين قائلا: ما الذي تهدف إليه يا عزيزي لوبين؟ لماذا لا تعتبر الأمر حادثة قضاء وقدر؟ لأن هناك ثغرة بل هوة في هذا الاحتمال. وما هذه الثغرة؟ ابتسم لوبين قائلا في هدوء: إن الرياح كانت عكسية لمكان فوسبر. وعقدت الدهشة لسان المفتش فانشر وحار في الرد على لوبين، وكان المكان الذي وجدت فيه جثة فوسبر قد تحدد برسم مربع، ولم يكن هناك من شيء غير عادي سوى بعض قطرات من الدماء المتجمدة. ورقع لوبين على إحدى ركبتيه وأخذ يحفر مكان الجثة، وانتصب لوبين بعد هنيهة قصيرة وقد أمسك في يده رصاصة فارغة من نفس عيار مسدس ويكسل، قدمها إلى فانشر الذي نظر إليها في دهشة وقد اتسعت حدقة عينيه، ونظر إليه لوبين نظرة ذات مغزى وابتسم قائلا: أظن أنه من السهل إثبات أن هذه الطلقة الفارغة قد أطلقت حديثا من مسدس ويكسل والذي تحتفظ به في جيب سترتك، وأفضل أيضا أن تحصل على حفنة من الرمال من المكان الذي كنت أحفر فيه، فمن الجائز أن يفيد ذلك في التحليل المعملي. ولم يكن المفتش فانشر قد أفاق من ذهوله فنظر إلى لوبين قائلا: أرجو أن تفسر لي عما تهدف إليه من وراء ذلك. ونفض لوبين ما علق بيديه من آثار الرمال وأشعل لفافة تبغ ونظر إلى محدثه قائلا: لقد كان فوسبر مستلقيا على وجهه عندما شاهدته آخر مرة، وأظن أنه كان مستغرقا في النوم، وقد ساعدت طبيعة الشاطئ الرملية القاتلة على التسلل وفي إطلاق الرصاص من الظهر، ولكن القاتل رأى أن يقوم بعملية تمويه لكي يبعد شبهة القتل بإطلاق الرصاص، وكانت المظلة هي وحيه وإلهامه في ذلك. وأنت تعلم أيضا أن الرصاصة في أثناء خروجها من الجسم تترك ثقبا أكثر اتساعا من ذلك الذي تحدثه عند اختراقها لجسم الإنسان، والذي حدث هو أن القاتل قلب جثة فوسبر ووجد بمكان القلب ثقبا يتسع لحامل المظلة، فقام بتثبيت حامل المظلة في ذلك الثقب. وكان المفتش فانشر ينظر في ذهول إلى لوبين وهو يقوم بسرد ما توصل إليه من استنتاجات، وقال فانشر فجأة: هلم بنا إلى المنزل. وبينما هما عائدان إلى المنزل أطرق فانشر برأسه قائلا: إن الأمر سيبدو مضحكا عندما نقبض على هيربرت ويكسل. يا إلهي، أتفكر في ذلك؟ ولم لا؟ وهل بدا على ويكسل أي انفعال عندما اعترف بحيازته المسدس؟ إنه لم يعترض عندما طلبنا إحضار المسدس. أتظن أن ويكسل كان قد أعد رده مسبقا إذا حدث وسئل عن إطلاق الرصاص حديثا من مسدسه؟ فأطرق فانشر برأسه وفكر بعض الوقت وأخيرا قال: وإذا افترضنا أن شخصا آخر هو الذي أطلق الرصاص مستخدما مسدس ويكسل، ما الذي يدفعه للقيام بكل هذا التمويه لدرء شبهة إطلاق الرصاص ما دامت الشبهات تتجه إلى ويكسل؟ وابتسم لوبين قائلا: لأن هذا الشخص لا يريد أن يضع مستر ويكسل موضع الشبهة، لأنه بالنسبة له كالإوزة التي تبيض الذهب، وإذا حدث وقبض على ويكسل فإنه سيحرم من كل ما ينتفع به من ورائه. وأخرج المفتش فانشر منديله وأخذ يجفف به العرق المتصبب على جبينه ونظر إلى لوبين في ذهول قائلا: يا إلهي، أتقصد أن لوسي هي التي؟ أظن أنه يجب علينا أن نعود إلى سؤالك الذي طرحته من قبل، وهو الدافع وراء عملية القتل. لقد كان فلويد فوسبر شخصا قذرا لم يسلم من لسانه المقذع أحد هنا، وقد كان فوسبر يخص غريسون بنظرة خاصة،
وصمت لوبين لحظة واستطرد قائلا: دعنا نلحق بالمجموعة. واتجه لوبين ومن خلفه المفتش فانشر إلى حيث تركوا ميسيس ويكسل وأصدقائها، وتعلقت الأبصار بلوبين لدى دخوله الحجرة ومن خلفه المفتش فانشر، وابتسم لوبين في هدوء قائلا: أظن أنه يمكننا التعرف إلى الشخص الذي أطلق المسدس، وذلك عن طريق رائحة البرفان والتي تعلق بمقبض المسدس لمدة 24 ساعة على الأقل، ولن نضع في حسابنا بالتأكيد أولئك الذين اعترفوا باستخدام مسدس مستر ويكسل. وأنتم تذكرون بالتأكيد من الذي أوحى بنظرية سهام القدر؟ فرد فانشر قائلا: أسترون. وسادت فترة صمت، وأخذ لوبين ينفث دخان سيجارته في هدوء، ونظر إلى فانشر قائلا: لقد قال أسترون إن الله ينزل عقابه بإنسان على يد إنسان آخر، وهذا هو كل ما قاله أسترون. وإذا ما قمت يا عزيزي فانشر بإرسال برقية إلى مكتب التحقيقات الجنائية في نيويورك تسأل فيها عن تاريخ حياة جرانفيل، فسيصلك الرد بأن هناك ملفا جنائيا باسم آرثر جرانفيل غريسون، وبه صورة وبصمات، وقد كان فوسبر بما طبع عليه من ذاكرة قوية يعلم كل ما يتعلق بآرثر غريسون، وإني أرى أنه ليس هناك من يستطيع الإقدام على عملية قتل بهذه الصورة سوى آرثر غريسون. وبدا الاضطراب واضحا على وجه آرثر غريسون، واندفع محاولا الهرب، ولكن يد لوبين كانت أسرع منه فأمسك بتلبيبه، وتقدم المفتش فانشر ليضع القيد الحديدي في يد آرثر غريسون بين دهشة الحاضرين وذهولهم. تمت بحمد الله.